تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا ذلك داخل محافظة الجيزة. كما تفقد الرئيس السيسي محور أحمد عرابي والذي تم ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق. ومحور أحمد عرابي في ضوء تطوير محاور وطرق الجيزة وربطها بمحطة بشتيل. السلام عليكم. ربنا يوفقكم. وتقع محطة بشتيل التبادلية في منطقة وسط بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكذلك لكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، مترو الأنفاق، مونوريل، خطوط أتوبيسات ترددية، وسائل النقل الجماعي. ويعد محور الفريق كمال عامر شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة. المشروع أفندم بيبدأ من دائري المنيب جنوبا لدائري الوراق شمالا 12 كيلو فندم، خلاف المطالع والمنازل حوالي 3 كيلو فندم، بيخدم فندم ويربط منطقة المنيب والعمرانية خاتم المرسلين، كل منطقة المنيب والعمرانية وخاتم المرسلين بيعدي بعد كده سيادتك على فندم على شارع الهرم، بعد شارع الهرم بيعدي على شارع فيصل، بيعدي على شارع فيصل سيادتك فندم، بيخدم بعد كده على محور صافي اللبن اللي هو كوبري جامعة القاهرة ثروت اللي هو بيروح الدائري سيادتك، بعد كده فندم محور جامعة الدول العربية مطالع ومنازل، بيعدي بعد كده سيادتك فندم على محور 26 يوليو. قبل محور 26 يوليو فندم احنا نسقنا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل عشان محطة بشتيل ومحور أحمد عرابي الجزيرة فندم، بيربط بعد كده سيادتك فندم مع البراجيل باللوبات والمنازل، وبيربط بعد كده سيادتك على الوراق شمالا طول المحور فندم 12 كيلو 3 كيلو مطالع ومنازل، موازي شارع السودان وموازي شارع النيل، رفع كثافة هيرفع ان شاء الله باذن الله كثافة مرورية من على شارع السودان وشارع النيل بنسبة كبيرة جدا، لان كل قائد السيارات اللي طالعين على المحور نوت اللي بيسلكوا شارع السودان يا فندم وبيسلكوا شارع النيل هيختصروا الطريق ويطلعوا على المحور. تفتكر الكثافة اللي موجودة على الطريق ده لما ان شاء الله يفتتحوا يعني تبقى تفتكر قد ايه في اليوم؟ هتبقى يا فندم حوالي 15000 سيارة بالساعة فندم. 15000 سيارة في الساعة. في المحور ده يا فندم اشتغلت 24 ساعة، شغلنا حوالي 50000 مهني مهندس عامل حرفي اشتغلوا في المحور. كمان يا فندم في حاجة جميلة قوي اتعملت في المحور حسب توجيهات سيادتك، ان احنا اصلا اي مشروع بنشتغل فيه احنا بنرفع كل المرافق اللي موجودة وبنعمل مرافق جديدة، لان المرافق اللي كانت موجودة هنا سيادتك كانت مرافق قديمة جدا ومتهالكة، فاحنا حدثنا ورفعنا وجددنا وكل حاجة تمام يا فندم. كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفينكس بالمهندسين. وأنا بس عايز أقول إيه؟ اتفضل يا فندم. نرجع للكثافة المرورية اللي أنت حليت المسألة لها هنا. تمام. تفتكر إحنا حجم التجمعات السكنية اللي موجودة سواء كان على المحور كمال عامر أو أحمد عرابي حجمها قد إيه؟ مليون؟ 2 مليون؟ أقول لكم الكلام ده مش عشانك أنت يا محمد، أنا بقول الكلام ده عشان إحنا عايزين الناس تبقى عارفة إن ما كانش فيه خيارات تانية. تمام. إن إحنا نسيب ده كده ونسيب الناس تمام تقعد 3-4 ساعات في الطريق، 5 ساعات ومصالح هتنتهي يعني، فدي حلول مكلفة صحيح.
لكن في النهايه هي حلت مساله في الحركه من المنطقه دي بالكامل. الناس كانت بتصور ان احنا مهتمين فقط بشرق القاهره، لا شرق القاهره وغرب القاهره وكل مكان محتاج جهد، ادينا بنتحرك فيه.